السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. كنت سألت حضرتك عن زكاة اللي هي تجارة العقارات، لو أنا دلوقتي ببيع واشتري في السنة أكتر من مرة، زكي كل مرة ولا في لا لا لا، هي مرة واحدة آخر السنة تحصر الذي معك. مرة واحدة في السنة. الله يسلمك، جزاك الله خير. وجزاك.